بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنكمل المحاضرة الخامسة عشر من محاضرات الجي كويري يوزر انترفيس، وهنكمل فيها الجزء الثاني من الازرار، وهنتكلم فيها على التشيك بوكس تمام كده، وازاي ان احنا ننسقها عن طريق الجي كويري يوزر انترفيس. ده اخر حاجة احنا كنا وصلنا لها، وتعالى نرجع اللي احنا شفناه قبل كده. شفنا يا جماعة اول حاجة شفنا الاكورديون، نضغط دبل كليك على الاكورديون واحد اتش تي ام ال دوت، معلش الجهاز عنده فتيه شوية بس ان شاء الله يعدل. وضغطت في 12 ملوحة المفاتيح ورحت على الكروم، هتلاقي ان هو لما بيستدعي المكتبة بتاع جي كويري بيقدر يعمل اكورديون تاب بالشكل دوت. كان بيبقى فيها تابات بالشكل دوت او اقسام، وجوه الاقسام في كونتنتس تمام، والكونتنتس ماشي الهايت ستايل بتاعه مع التاب نفسه. وكمان عندي اللي هو ان انا ممكن اعمل ريسايز للتاب ده عن طريق الريسايزر اللي هو دوت، اللي هو كان كونتينر بيعمل ريسايز. دي ده اللي هو الاكورد اللي احنا خدناه المره اللي فاتت واشتغل معانا بنجاح، ما فيهوش مشكله. تعالى نشوف الحاجه الثانيه اللي احنا خدناها، كانت عباره عن الاوتو كومبليت اللي هي ديت، ولو ضغطت في 12 ملوحه المفاتيح كان شكلها عامل كده. وكان المقصود بيه ان بيبقى عندك انت انبوت بوكس او صندوق نص زي كده، وانت بتكتب فيه اي جزء من العباره، فهو بيبتدي يكمل لك من خلال حاجات اسمها احنا بنسميها سجيشنز او السورسز اللي انت شغال عليها. بدل ما تكتبها كلها ممكن تختار منها حاجه زي كده. ده كان الاوتو كومبليت. وبعد كده دخلنا في البوتومز، الجزء الاولاني اللي هو كان اخر حاجه احنا كنا شغالين عليها اللي هو ده بوتون اتش تي ام ال، وضغطنا في 12 كده من تحت المفاتيح هيبقى عندي اكتر من بوتون. البوتون الاولاني اللي هو زي كده مثلا، او زي كده، او زي ايه، او زي كده. واحد عليه نص والتاني عليه صوره، والتاني عليه صوره مع نص، او اكو مع مين، مع نص. تمام كده، تمام. طيب هنكمل النهارده، هنشوف حاجه اسمها التشيك بوكسز. عشان نبين التشيك بوكس شويه، تعالى نخش جوه دريم ويفر وعلى نفس الملف اللي احنا كنا شغالين المره اللي فاتت اللي هو البوتون بارت 1 دوت. هنيجي هنا في بعد البوتونز هنعمل ديف تاج، ديف تاج بالشكل دوت، وهنديله اي دي وليكن مثلا بلو بوكس، بلو بوكس تمام كده. وهنقفل الديف وهنخش جوه الديف نفسه وهنبتدي نعمل باراجراف وليكن بي تاج، وهنقول في الباراجراف ده اختار نوع الجهاز. اوكي تمام، كنترول اس واف 12 من لوحة المفاتيح. هتلاقي عندي اهو نزل الديف بس ما فيهوش تنسيق ولا حاجه، هننسقه على سي اس اس. هنيجي هنا في البوتن 1 دوت سي اس اس وهنبتدي نعمل رول. ادي هنا البلو بوكس، بلو بوكس بهذا الشكل، سوري بلو بوكس، بلو بوكس تمام كده. وبعدين هعمل رول جديده تمام كده، وعايزين باك جراوند كلر يكون بلو. باك جراوند داش كلر هيكون بلو، الوايت الكلر هيكون وايت، اوكي كلر هيكون وايت تمام. وعندك بعد كده هيكون عندك الفونت سايز، خليه مثلا فونت داش سايز هيكون 1 ايام او 1.2 ايام. اوكي، وهيكون عندك الفونت ستايل بولد، فونت داش ستايل هيكون بولد، وهيكون عندك بادنج، حط بادنج وهيكون 10 بكسل من كل اتجاه، وهيكون عندك مارجن 10 بكسل برضو من كل اتجاه، وهيكون عندك ويتس هنخليه اوتو، وهيكون عندك هايت وليكن مثلا 250 بكسل مؤقتا. نعمل كنترول اس ونروح على الكود بتاعنا تمام كده، نخش على اللايف.
هتبص لها عندك ايه الجزئية دي بالشكل ده، ونقدر تلف 12 من لوحة المفاتيح ونشوف دي مش ده البوكس اللي عندك انت. لو انت عاوز تظبط فيه شوية ممكن تيجي هنا في الكود، وهتيجي في الديف نفسه وهتدي له كلاس، كلاس وليكن يو اي داش كورنر، كورنر اول كورنر ايه عشان بس نستغل الحاجات بتاعتي بتاعت الجي كويري يوزر انترفيس كنترول اس، والف 12 من لوحه المفاتيح. هبص تلاقي الدنيا اختلفت شويه تمام، وهتلاقي الحواف هنا اصبحت كورنر بالشكل ده تمام. تمام طيب، عملنا البوكس اللي هو هياخد الازرار بتاعتنا اللي هي هتكون عباره عن تشيك بوكس تمام كده. الاول عشان اعمل تشيك بوكس لازم اعمل انبوت وهيكون من نوع تشيك بوكس. هنيجي هنا تحت الباراجراف دوت واقول له اعمل لي انبوت، انبوت والانبوت دوت هيكون الاي دي بتاعه مثلا، الاي دي بتاعه وليكن تشيك 1. طبعا ممكن اختصر بس تشيك 1 بعد ما اكتبها على بعضيها، خليها سي اتش 1 مثلا على سبيل المثال اللي هو تشيك 1 تمام كده. وهيكون التايب بتاعه تايب عباره عن تشيك بوكس تمام كده تمام. وهقفل الانبوت عندي وهديله كمان ليبل، ليبل كان طبعا ده درسناه في الـ HTML فسهل يعني. والليبل دوت هديله اول حاجه 4 والفور ده هيكون CH1، وجوه الليبل نفسه هنحط مثلا ولكن كلمة للكمبيوتر، قال كمبيوتر اوكي كنترول اس واف 12 من لوحة المفاتيح ونشوف النتيجة ايه. اصبح عندي تشيك بوكس بالليبل بتاعه بهذا الشكل اهو. طيب تعالى هنشوف دلوقتي الجي كويري هيتعامل مع التشيك بوكس ده. ده الشكل العادي بتاع التشيك بوكس بالشكل ده. تعال نشوف الجي كويري يوزر انترفيس هيتعامل معاه ازاي. هنخش هنا جوه وهنيجي في السكريبتات بتاعتنا تمام كده، وقبل ما نطلع من دلة الريدي هنحط هنا ايه، طبعا دي كانت مبهدله المره اللي فاتت لكن عندنا مشكله ان كان في السكند رايكون ما كانتش بتظهر تمام كده، وما اعرفش دي مشكله دي من المكتبه ولا من ان الطبيعي ان لازم يكون واحده اللي تظهر، يعني مش كويس ان يكون ايكونتين ظاهر على نفس الزرار، فيمكن يكونوا معدلوها بهذا الشكل يعني تمام. المهم بس عشان ما نطلعش من الموضوع بتاعنا خلي هنا ساين دولار، ساين دولار، وهعمل سيلكت على التشيك بوكس بتاعي عن طريق الاي دي بتاعه تمام كده اللي هو ساين دولار تشيك 1 علامه المربع اللي هي ديت مسموها علامه شباك، علامه شباك وتشيك 1 او سي اتش وي 1 اوكي اوكي. المهم دلوقتي هقول له ان هو ده عباره عن ايه بوتن، عباره عن ايه بوتن، يعني هطبق عليه داله ايه البوتن وهنشوف هو هيتصرف معايا ازاي بهذا الشكل تمام. وادي كنترول واي واس وتعالى نضغط اف 12 من لوحه المفاتيح ونشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. طبعا لو كل الدنيا ماشيه صح هتلاقي بصوا كده الزرار يا جماعه بعد ما كان عباره عن مربع بيتحط عليه علامه الصح اصبح عباره عن زرار كامل ده بشكل شكل الزرار. لو ضغطت عليه كده كانه تم اختيار، وضغطت عليه مره ثانيه كان تم ايه يعني الغاء الاختيار. طبعا انا هغير السيم، يعني انا ممكن ارجع للجي كويري واشوف سيم يكون غامق شويه وليكن السيم ده اسمه يو اي داركنز، بس نشوف الزراير فيها هتبقى عامل ازاي. ناخد ده الايج بلانت، الايج بلانت، الايج بلانت شكل اللي تشيك او زي هيكون زي كده حاجه زي كده دارك يعني. تعال نشوف الايج بلانت دوت اللي هو السيم ده اي جي جي بلانت. تعال نغيره هنا في الدريم ويفر وهنحط السيم هنا اي جي جي ايج بلانت بهذا الشكل ايج بلانت اوكي كنترول اس واف 12 مرات المفاتيح مره ثانيه. هتلاقي هنا اشوف الزرار ده اتغير اهو. تعالى نعمل تشيك، هبص هتلاقي دي التشيك دي حاله التشيك ودي حاله الاني التشيك عشان تبقى ايه واضحه. يبقى هو هيشوف التشيك بوكس بالشكل ايه، بالشكل دوت التشيك بوكس هيشوفه بايه بالشكل دوت تمام كده. طيب
الحاله الثانيه اللي هي ممكن تكون عندي بدل ما يكون هو تشيك بوكس واحد، هي ممكن يكون عندي مجموعه من التشيك بوكس ده. تمام كده، يبقى هنا هنقول له مثلا اختار احد الاجهزه او كل الاجهزه. تعال نعمل باراجراف تحت التشيك بوكس اللي احنا كنا عاملينه قبل كده دوت. هنيجي في الدريم ويفر مره ثانيه وهننزل تحت في الحته دي وهنعمل باراجراف ثاني بي تاج، بي تاج تمام عربي بي تاج تمام كده. وفي الباراجراف ده هنقول له اختار جهاز واحد او اكثر من جهاز، اكثر من جهاز. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هعمل بوتن ست. هعمل بوتن ايه؟ ست. كنترول اس من تحت المفاتيح واف 12 كده. بقى عندي برضو باراجراف تاني اهو تمام كده، وعاوز اطبق عليه او احط مجموعه من البوتنز تكون تحت بعضها هنا. تعال نشوف هنعملها ازاي. هناخد اول حاجه هنعمل ديف مستقل تمام كده، ومش شرط ان احنا ننسقه بس هنعمل ديف مستقل لوحده. يبقى هنيجي هنا تحت الباراجراف ده وهنعمل ديف مستقل للمجموعه. ولكن ديف وهنديله اي دي بالشكل ده، ولكن هنسميهم تشيك بوكسز. تشيك بوكسز. اوكي انا ما اعرفش هي النقطه صح كده ولا لا، بس انا على حسب ما قلتها يعني. تمام كده، واروح قافل ايه؟ قافل الديف ده. يبقى دلوقتي يبقى عندي ديف في اي دي بالشكل دوت تمام كده، واخد الاي دي تشيك بوكسز تمام كده. تمام طيب، اروح هو بيعدي كده ولكن بالشكل ايه؟ بالشكل دوت. طيب وبعد كده هنبتدي نحط الانبوتس بتاعتنا. هناخد النسخ ولصق من دول، كنترول سي نحط عندهم هنا كنترول في، ادي واحد، وناخد واحد كمان كنترول في كده عندي اثنين، وناخد واحد كمان وكنترول في كده عندي ثلاثه تشيك بوكسز تمام كده. الاولاني هيبقى سي اتش 2 CH2، وهيبقى عندي مثلا في محمول او كمبيوتر محمول، كمبيوتر محمول اوكي. والتاني هيكون CH3 تمام كده. وهيكون في مثلا وليكن تابلت، والتاني هيكون CH4 تمام كده. وهيكون في مثلا جوال المحمول، اوكي تمام كده. تعالى كنترول اس ونشوف في 12 من لوحة المفاتيح. بقى عندنا يا جماعه ثلاثه تشيك بوكس، واحد اللي هو كمبيوتر محمول، الثاني اللي هو التابلت الجوال المحمول. واحنا عارفين في التشيك بوكس انت ممكن تختار واحد او ما تختارش حاجه، او تختار كلهم او تختار اكتر من واحد. دي خواص التشيك بوكس تمام كده. تمام طيب، عاوزين نشوف برضو هينسقهم ازاي. ماشي كده تمام. هننزل تحت هنا برضو كنترول اس، كل حكايه ان انا هبعت له اسم الديف بتاعت مين، بتاعت المجموعه كلها على بعض دي، اللي هو الديف اللي هو موجود دوت تمام كده. وهو هيبتدي يتصرف معاه على اساس ان هو بوتون ايه؟ بوتون سيت. يبقى انا هاجي هنا تحت ديت وهقول له يا عمي روح هناك وخلي التشيك بوكسز ديت عباره عن بوتون ايه؟ سيت. يبقى ساين دولار، واقول له اختار بهذا الشكل الهاش تمام، والتشيك او تشيك بوكسز كلها لبعضيها، وخليها لي عباره عن بوتن بي يو تي تي او ان ست. هنشوف ست بكابتل ولا بسمول، هنشوفها كده ست. وهنفتح دي، اعتقد ان هي كابتل. كنترول اس من تحت المفاتيح واف 12 وتعالى نشوف هيقول ايه. بص كده يا جماعه، هتلاقي ان هو اتعامل معاهم على اساس ان هم ايه؟ بوتون سيت. بص كده، ممكن اختار دي، اختار ديت، اختار دي تمام كده، او ما اختارش حاجه ايه؟ حاجه فيهم. شفتوا السهوله اللي بتوفرها ده دي كويري يوزر انترفيس والجمال اللي هي بتعمله. وفي لحظه انا ممكن اغير السيم، ان انا ممكن اطلع فوق يعني، ممكن هاجي مثلا هنا على
على جي كويريز يوزر انترفيس واقول مثلا انا عاوز اللي فروج اللي هو السيم اللي اسمه لي فروج. تعال نكتب كلمه في السيم هنا لي فروج اللي هو بالاخضر ده، تعالى بس عشان نجرب سيم لي فروج. اوكي واقول له كنترول اس واقفه 12 من تحت المفاتيح، هنشوف هيحصل ايه. مش موجوده. طيب نرجع لها تاني، نرجع لها تاني من هنا فروج، نخليها زي ما مكتوبة على بعضيها اللي كابتل اي وبعد كده اف ار او جي. تعال نشوف السيم هنا مطبق ايه، شكلها اصلا مش متطبقة ولا حاجة. احيانا في سيمز بتعلق زي كده، تعال نشوفها تاني مرة تانية. اللي كابتل اي بعد كده اف كابتل ار او جي، اللي كابتل اي وبعد كده مسافة الاف كابتل، جهاز الاسامي تفرق هنا او ار جي كنترول اس اف 12. هنشوف برضه ما جبهاش. طب نخليهم على بعضيهم كنترول اس واف 12 برضو مجبهاش، بس ده ممكن ما يكونش شغال او في اشكالية شوية. تمام كده نرجع تاني للسيمز الموجودة. طب ما طبقش، ممكن يكون في اشكالية. هنرجع للصني نشوف الصني مرة تانية SUNNY صني SUNNY كنترول اس واف 12. تمام الصني شغال وغير كده ايه الشكل بتاعه زي ما انتم ايه شايفين. دي حاله الاكتيف ستيت، دي حاله النون اكتيف ستيت او التشيك والنون تشيك. تمام كده. المهم يعني انت هتلاقي ممكن تلاقي في حاجات، طبعا الحاجات دي بتبقى ايه يعني قيد التطوير بصفه مستمره اللي هي المكتبه نفسها. حتى بيقول لك النسخه دي ستيبل، النسخه دي ان ستيبل، النسخه دي لسه فيها تعديل، النسخه دي تحت التطوير وهكذا. تعال نشوف برضو الهيومانيتي ده لذيذ شكله حلو. هيومانيتي تعال نكتبها. طبعا انا بجرب، لازم اجرب واشوف الدنيا ماشيه. هيومانيتي لان ده عباره بالنسبه لي عباره عن ايه لاب كنترول ايه اس اف 12. اذا كان السيم شغال بطريقه صحيحه هتلاقيه يتطبق فعلا. اهو السيم شغال بطريقه ايه صحيحه اهو اهو اهو. تمام ده وده شكل التشيك بوكس بعد ايه بعد التنظيم. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير لي، واذا عجبتك القناه دي تعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وكل من الشاكرين كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي لعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.